يعتبر ورقة ضغط إيرانية تلوح بها عند نشوب أي توترات مع الغرب. إنه مضيق هرمز، ممر النفط الأبرز عالمياً. في 13 من إبريل 2024 احتجزت فيه إيران سفينة قالت أنها مرتبطة بإسرائيل. تعالوا لنتعرف على أبرز حوادث المضيق. أبرز الاضطرابات في مجال نقل النفط تعود لعام 1984 في خضم الحرب الإيرانية العراقية، حين تم تدمير أو إلحاق ضرر بأكثر من 500 سفينة. في يوليو 1988 تحطمت طائرة تابعة للخطوط الإيرانية إثر إصابتها بصاروخين أطلقا من فرقاطة أمريكية في مضيق هرمز، وقتل 290 شخصا حينها. في 2019 أثارت هجمات غامضة على سفن في منطقة الخليج وإسقاط طائرة مسيرة واحتجاز ناقلات نفط مخاوف من تصعيد بين طهران وواشنطن. في يوليو 2021 أدى هجوم على ناقلة نفط تشغلها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي إلى مقتل شخصين بريطاني وروماني.